يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإنني أتوجه في هذه اللحظات الطيبات بهذه الكلمات المؤنسات التي تخرج إن شاء الله تعالى من أعماق قلبي إلى آبائي وأمهاتي، إلى إخواني وأخواتي، إلى أبنائي وبناتي في خضم هذه الأزمة. كلمات تخرج من الأعماق في خضم هذه الأزمة وهذه المحنة. أردت إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من كل ليلة بإذن الله جل في علاه أن ألقى هؤلاء الأحبة، أن ألقاكم معاشر المشاهدين والمشاهدات في كلمات مؤنسة، لعل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا ما نحن فيه، ولعل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، إنه خير مسؤول. أسميت هذه الكلمات على بركة رب الأرض والسماوات نصيحة في قلب المحنة، نصيحة في قلب المحنة. يعني كل يوم إن شاء الله عز وجل نقول كلمة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، معاشر المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات. أقول قد تعلمنا بفضل الله تعالى خلال هذه الأيام القاعدة الشرعية التي لا تتبدل ولا تتغير، وأعلم إن شاء الله تعالى أنكم قد حفظتموها. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، قاعدة عظيمة جدا، قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من رفعها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذه القاعدة في الحقيقة ذكرت الداء والدواء في كلمات مختصرة، في عبارات قليلة يسيرة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، قاعدة نعيش بها في أنفسنا، في المسائل الخاصة بنا والمسائل الخاصة بالأمة تعنا. ما نزل بلاء إلا بتوبة، والأدلة على هذا كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنته صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. انظروا، ظهر الفساد في البر والبحر، عقوبات ربانية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله ما ظلمنا ربنا عز وجل، حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد. بما كسبت أيدي الناس واصل، ليذيقهم بعض الذي عملوا، مش كل شيء. لو كان يذوقنا ربي عز وجل جميع ما عملناه من الذنوب والسيئات، لا إله إلا الله، شيء كبير علينا بزاف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا زيد لعلهم يرجعون. هنا أيضا كاين الداء وكاين الدواء، كاين الداء والدواء. الداء هو الذنوب والمعاصي، الداء هو الغفلة، الداء هو الانحراف، الداء هو الشرك، الداء هو الكفر، الداء هو النفاق، الداء هو البعد عن طاعة الله، الداء هو البدعة والضلالة إلى آخره. الدواء ما هو؟ هو الرجوع إلى الله عز وجل. والله ما راه مطلوب منا شيء كبير. إذا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أحسنتم. نعود نرجع لهذه القاعدة العظيمة جدا اللي فيها الداء وفيها الدواء بفضل رب الأرض والسماء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا الشيء اللي رانا خايفين احنا. الداء واضح والدواء اوضح بفضل الله عز وجل، شيء واضح بزاف بزاف بزاف. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. ربي ربنا نضرعوا له،
نرجعوا له، نتوبوا له سبحانه وتعالى، نبكي بين يديه تبارك وتعالى، ننطرح، نعترف، نقر بتقصيرنا وإذنابنا. إذن وش قال الله عز وجل؟ لعلهم يتضرعون. ومن بعد فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقرأوا مليح وتدبروا مليح في هاتين الآيتين المباركتين من سورة الأنعام، آية 42-43 من سورة الأنعام. إذن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، هذه المشكلة الكبيرة، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أنا حبيت نطبق هاتين الآيتين اللتين فيهما الداء والدواء كما ذكرت على الواقع تاعنا في هذه الأيام. وش نشوفه؟ أنا بديت نتأمل ونشوف، نشوف بعض الناس ما راهو مهتم لا بالمرض ولا بالداء ولا بالوباء ولا بالفيروس ولا بالتوبة ولا بالرجوع إلى الله ولا بإصلاح ما بينه وبين الله ولا بإصلاح ما بينه وبين الناس، ما ولا بإصلاح حالته وحالة أهله إلى آخره. ما راهوش مهتم إطلاقا بهذا الشيء. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طائفة أخرى من الناس خايفة من الداء لكن ما عرفتش الدواء، وشو يديروا؟ تخبوا في دارهم. نعم حاجة مليحة كي تخبوا في دارك، تخبوا في دارهم، لكن شو يديروا؟ ينشغلون بأشياء تسخر المولى تبارك وتعالى. وسبحان الله كاين واحد، شفت طلعت واحد الخبر ولعلكم طلعتم عليه، وحدة في بلاد إسلامية، هذه راقصة توعدت مع المحبين والمعجبين تاعها في وقت كذا وكذا أنها تظهر لهم برقصات جديدة بأغنيات جديدة إلى آخره، باش تشغلهم في هذه المرحلة وينساوا المرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ربي عز وجل في القرآن: والله يريد أن يتوب عليكم. الداء هذا والله العظيم غير يروح، البلاء هذا والله العظيم سيرفع، كيحبر ربي عز وجل رفعه، لكن ربي يريد منا الرجوع، يريد منا التوبة، يريد منا الندم. هذا هو، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا هو الواقع. طائفة واحدة أخرى من الناس لا هذه ولا تلك، بالك قاعدين معترفين بلي كاين داء وبلاء، وشو يديروا؟ مشغلين بالتحليل، هذا فيروس بيولوجي، حرب بيولوجية، شكون سبب تاعها؟ أمريكان؟ لا لا. شكون سبب تاعها؟ الصين؟ لا لا. وقالنا واحد فرنسي كذا وكذا، لعل فرنسا، لعل كذا، وداخلين في مهاترات ومناقشات كبيرة جدا. لا إله إلا الله. احنا واش راح يفيدنا في هذه المرحلة؟ واش يفيدنا هذا التحليل؟ واش راح يفيدنا؟ احنا رانا في واقع يعلمه الجميع في الدنيا بأسرها، وباء وبلاء، والناس يموتون كل يوم بأعداد كبيرة جدا. رانا نشوف شي واقع، أمر واقع بعد الله عز وجل ما له من دافع. لكن وش نديروا احنا؟ تحليلات. وشو وش قال؟ لا لا. قال بصح كاين داء ولا ما كاش، كاين بلاء ولا ما كاش، كاين وباء ولا ما كاش، كاين الناس يتموت ولا ماشي صح. سبحان الله العظيم، ماشي هذا يكون الموقف تاعنا. طائفة واحدة أخرى لعلها نظرة شرعية شوية، بصح خطأ. راهم مشغلين هذه الأيام ويشغلوا غيرهم بماذا؟ بقصة الشعرة، ولا بالي بلي سمعتوا بها. قال لك الشعرة تفتح المصحف، اللي يمرض بهذا المرض يفتح المصحف، يصيب واحد الشعرة في سورة البقرة أو في سورة أخرى، يحطها في الماء يشربها، يبرى من هذا الداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، بلية كبيرة. ولعل كاين بنت كذلك قالت لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، زعمت وقال لها ديري هذه الطريقة. ما تخلوناش يسخروا بين الأمم يا أخوان، لا 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 لا، ما يليقش أبدا. ما تتعلقوش بالخرافات والخزعبلات، خلاص أنا الأول لأن نرجع رجعة صادقة، لأن نتوب توبة صادقة صحيحة. كان طائفة واحدة أخرى للأسف الشديد هم مشغولين، إغلاق المساجد أمر مشروع، أمر غير مشروع. غلق المساجد حاجة مليحة شرعا ولا حاجة مش مليحة؟ مهاترات، نزاعات، مناقشات، اتهامات، تراشق بالسباب والشتائم و إلى آخره. سبحان الله، فرصة جديدة. احنا نقول للناس توبوا يا ناس، واحنا تبنا فرصة جديدة لنتشرذم من جديد، لنشتت المشتت، لنمزق الممزق، لنفرق المفرق، لنشرذم المشرذم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت اللي لازم نرجعوا، ما رجعناش إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، إنسان يشوف ناس الآن، ناس ما عندهمش الدين اللي عندنا احنا. تسمع أنت رئيس الوزراء تاع إيطاليا واش قال لهم؟ كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا. واش قال لهم؟ قال لهم انتهت حلول الأرض ونحن ننتظر الآن حلول السماء. خلاص حلول تاع الأرض، داروا واش يقدروا، ما وصلوش. الآن واش ننتظروا؟ مع من؟ مع فيروس صغير، تكنولوجيا عظيمة، فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة. انتهت حلول الأرض، الآن ننتظر حلول السماء. لا إله إلا الله. احنا إذن رانا عارفين هذه الحقيقة،
نحن عارفين باللي احنا ننتظر الحل من السماء، من رب الأرض والسماء، من الواحد القهار الخلاق لا إله إلا الله، من الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بتوحيدك واتباع صاحب الشفاعة، أن ترفع عنا هذا البلاء، أن ترفع عنا هذا الوباء، أن ترفع عنا هذا الداء. آمين يا رب العالمين. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله جل وعلا أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجذام ومن الجنون ومن جميع الأسقام ومن سيء الأسقام. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معاشر المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الكلمة قد كانت خفيفة على قلوبكم وعلى أنفسكم. إن شاء الله ما كنت ثقلت عليكم، وإن شاء الله ما طولت عليكم بزاف، ونحاول كل ليلة إن شاء الله في مثل هذا الوقت نتلاقاو نتناصحوا ونتذاكروا ونتشاوروا، وربي يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.